يلا صباح الخير. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح عبد الفتاح من جديد. شوف الخيم هنا، احنا في مكان مخصص للتخييم. شوف الناس كيف مخيمة، ها يا سلام. شوف الحطب، شوف الأجواء كيف، ها على الجو هذا. يا سلام يا جماعة الخير، أنا اليوم ما راح أتكلم، راح تتفرجوا بس. يعني انا معي الحق يوم قلت لكم انا ما اقدر اتكلم، انا بس اعطيكم تفاصيل الموقع وايش اللي تقدروا تسووه، ايش اللي الاماكن اللي تقدروا تروحوها، لكن اتوقع ان المكان يتكلم عن نفسه، ما يحتاج اشرح عن اي حاجه. منطقه شيلة تبعد عن اسطنبول حوالي، عن مركز اسطنبول اللي هو تقسيم، حوالي 70 كيلومتر. يا جماعة الخير، سبحان الخالق، سبحان الخالق المبدع. يعني أنا على نفس الإطلالة وفي نفس المكان، ما زلت ويتغير والنظرة تتغير والمنظر يتغير في نفس المكان. ايش في يا سعد؟ وين؟ في عقارب جوا. وين؟ شوف هذا، شوف. اي والله، شوف من صفاء المويه. شوف المويه كيف صافيه؟ عقارب اكثر من واحد يا رجال، مو واحد. حرك المويه شوي. شوف دخل الدكان. انت معي فرصني ولا ايش؟ شوف هنا يا حبيبي الفطور، تخيل تقعد على هذه الطاولة وتحط فطورك هنا وعندك هذه الإطلالة الرائعة. شوف الشمس سبحان الله غطتها السحب، كانت موجودة قبل شوي. شوف الخشب، ديكور بسيط، أشياء بسيطة، ها؟ شوف المرجحة هنا. فتنة وربي فتنة.
وهذا الفطور على الإطلالة هذه زي ما انتم شايفين. شوفوا جبان هذه الخيمة في الليل طبعا عشان تشوفوا الإضاءة واحنا قاعدين نسويها. تمام هذه الأولى وهناك الثانية ما هي باينة وبعدها الثالثة. عموما شوف الأجواء كيف، شوف كيف رتبناها من هنا. ها شوف الشغل النظيف. لسه هنا برضه يبغى لها مسمار نركبها. شوف كيف من جوا. يا سلام يا سلام. اشتغلوا كويس. يلا ولعوا الكرتون هذا ان شاء الله انه يشتغل. لا لا ما اشتغل للاسف. شوف ما فادت باي حاجه. يا عيال طبعا هناك يا جماعه الخير هناك البحر مو مبين ولا شيء. الى الان لسه بنحاول نشغل النار. شوف الناس كم قدر دونو ايبو كم قدر ده تمام. ها هنا يا حبيبي جيراننا جابوا لنا هذه قاعدين ما عندهم عندهم الحلا زاد وقالوا تفضلوا معنا واذا يعجبكم خذوه. شفافس نابوسن شفافس ابي يوك يوك يبغى ناخذها. استنوا ما قدرنا نقاوم الجو عند البحر للاسف ودخلنا في البحر وضربنا البرد والحمد لله على كل حال وكانت نومة عميقة والحين احنا في اليوم الثاني من جولتنا في منطقة شيلة اللي موجودة في اسطنبول كما ذكرنا لكم سابقا. باختصار هذه مدينة ساحلية. المكان اللي احنا رحنا متخصص في التخييم، في عندهم فيلل، في عندهم شقق، في عندهم غرف، في عندهم خيم يعطوك اياها، في عندك انك عندهم الموقع بس وانك انت تجيب خيمتك وتحطها وتركبها وتضبط المكان وتعيش الأجواء هناك. يعني مدينة تبع ساحلية اللي يبغى البحر وأجواء البحر، اللي يبغى التخييم وأجواء التخييم برضو يقدر، برضو اللي يبغى أجواء الأنهار في موجود نهر في منطقة أغفا الموجودة في شيلة راح نستعرضها لكم إن شاء الله. وصلنا هنا إلى حد أحد الحدائق الموجودة في نفس مدينة منطقة شيلة، عفوا مش مدينة لأنها شيلة تابعة لإسطنبول. نطلع على الساحل. شوف هذا الكافي أو المطعم، شوف كيف مطلع على البحر بطريقة خرافية. وهنا يا طويل العمر أخيرا وصلنا لمدينة أو منطقة أغفا تبعد عن شيلة حوالي 40 كيلومتر 35 كيلومتر. هذا النهر المشهور في أغفا على هذه الناحية أوتيلات وعلى هذه الناحية أوتيلات، يعني تقدر تسكن على النهر من الجهة اللي تبغاها. شوف هذا مثلا هذا الأوتيل عندك وهذا الريستوران تبعهم. شوف الناس هنا بتصيد السمك، الناس هنا بتلعب بالقوارب. شوف كيف المنظر، نحاول برضو ناخذ لك المنظر من زاوية مختلفة. أجمل ما في المكان تسكن بأكواخ على النهر سواء في هذه الجهة أو في هذه الجهة ما تفرق.
بس انا جربتها الافضل الافضل الاكواخ جوها خيالي. هذا احنا الان في احد الاوتيلات برضو الموجودة على النهر. شوف كيف الحديقة تبع الاوتيل، شوف كيف جوهم، شوف روقان، شوف الكراسي، شوف الالوان، شوف جوي على قولتهم. اخيرا شوف بكل وضوح على النهرين الاوتيلات كيف هي، او على الاتجاهين. شوف هنا كيف الدنيا واضحة على هذا الاتجاه، هذا النهر على هذا الاتجاه اوتيلات، وفي هذا الناحية برضو اوتيلات. شوف برضو هنا ها المقابل، يعني اللي راح يزور هذا المكان راح يعيش اجواء خيالية لمدة يومين ثلاثة ايام اسبوع جمال. احنا الى الان ما زلنا في منطقة اغفا، هذه احد الاماكن برضو للسباحة. شوف كيف، شوف المنظر من هنا، شوف على الجو ما شاء الله تبارك الله. ولحد كذا اخواني واخواتي نكون وصلنا الى ختام تغطيتنا لمنطقة شيلة ومنطقة اغفا في اسطنبول. اتمنى انها نالت على اعجابكم. اي شخص يزور هذا المكان يعطيني رأيه ويعطيني تعليقه. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. في الختام سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في امان الله.